الامريكان والصهاينه طول الوقت دائمي، يعني احنا كنا دائمي التعاون. احنا كنا لسه بنتكلم على مساله الجنائيه الدوليه وتسيب ليفني في 2015، وكانت هيتم التحقيق معاها في بلجيكا، وطبعا الامريكان قالوا لها ما تروحيش بلجيكا بس خلي بالك على نفسك والكلام اللي رخيص اياه ده. لكن ده هياخدني على انه هل ترى دكتور ماهر انه التوجه الاخير، وزي ما كنا بنتكلم حالا مع دكتور سعيد، هو مبني على مساله علو النبره المصريه من جهه، ايضا انضمام مصر لدعوه جنوب افريقيا امام العدل الدوليه الى اخره، الامريكان والاسرائيليين عارفين الدور المصري في مساله الشحن لاجل التصويت في الجمعيه العامه للامم المتحده واللي حصل بأغلبية 143 صوت، يعني هم يريدون إضعاف الموقف المصري أمام المفاوض الفلسطيني من جهة وأمام المجتمع الدولي من جهة، تتفق أم تختلف ولماذا؟ يعني بص، هي بشكل يعني واضح أن إسرائيل تحاول بكافة الطرق أن تضعف الدور المصري، لأن مصر يعني لها دور تاريخي في القضية الفلسطينية وفي كافة القضايا في المنطقة العربية بشكل يعني شامل، لأن إسرائيل تريد إضعاف الدور المصري لأسباب أو لأهداف كثيرة. أولا، دور مصر في القضية الفلسطينية واضح منذ سنوات، ليس وليد الصدفة وليس 7 أكتوبر ولا حتى يعني موضوع محكمة الجنايات الدولية ودور مصر في دعم هذه المحكمة من أجل أن تخضع إسرائيل لمحاكمة وتوقف الحرب. إسرائيل لا تريد أن يتدخل أحد فيما يجري في الأراضي الفلسطينية، فبالتالي إسرائيل تريد أن ترسم ملامح المنطقة لوحدها، لا تريد محاكمات ولا تريد إدانات ولا تريد أي شيء، وتساعدها في ذلك الإدارة الأمريكية عندما تتخذ الفيتو منصة دائما للدفاع عن إسرائيل ولوقف كافة القرارات التي تتخذ بشأن القضية الفلسطينية. حتى موضوع الاتحاد الأوروبي واعتراف إسبانيا وإيرلندا والنرويج له صدى سياسي على إسرائيل في المدى البعيد، ولكن في المدى القريب على إيقاف الحرب يعني أنا أشك في أن إسرائيل ستتعامل مع هذا الموضوع. ولكن نرجع إلى الدور المصري والآلة أو المكنة الصهيونية الأمريكية في تشويه الدور المصري له يعني أسباب كثيرة وله أهداف كثيرة. أولا، إسرائيل لا تريد مواجهة مصر عسكريا، هذا شيء واضح، ولا تريد أن تحتك بمصر من ناحية معبر رفح أو سبب أن يكون معبر رفح هو مواجهة بين مصر وإسرائيل، لا تريد. إسرائيل تريد أن تقترب من مصر في استمالة القاهرة في فتح معبر رفح بالمشاركة مع إسرائيل، ومصر ترفض، ومصر أعلنت مرارا أن معبر رفح مفتوح، ولكن إسرائيل كما روجت في الأخبار وحتى المتحدثة الإسرائيلية عندما تحدثت وقالت أن الشاحنات وأن المساعدات ومصر لا تريد فتح معبر رفح، بالعكس معبر رفح مفتوح. كل هذه الادعاءات الإسرائيلية هو فقط لتشويه الدور المصري الواضح في القضية الفلسطينية، وأيضا الإفلاس السياسي لدى إسرائيل. صحيح، هو مصر لو عايزة تقفل المعبر كانت عملت إسقاط جوي، يعني هو أنا منين عايز أمنع المساعدات ومنين بوصل المساعدات بأي طريقة وبأي وسيلة، وتمرير مشروع رصيف البحر وبضغط طول الوقت علشان والرصيف البحري هو يعني تمرير البحر الأمريكي؟ ده عاوزين يهجروا بيه الفلسطينيين. لا، ده يعني إله أكثر من الغاز الطبيعي وتهجير الفلسطينيين. أما المساعدات فهو معبر رفح بيدخل، يفترض انه يدخل مئات الشاحنات من معبر رفح او كرم او معبر كرم ابو سالم، فبالتالي اسرائيل او امريكا عندما تنشئ قاعده بحجه ادخال المساعدات فهذا دور مشبوه. صحيح، لامريكا في تهجير الشعب الفلسطيني. للاسف انا عايز اقول لكم للاسف الوقت جري بينا بسرعه جدا اكتر مما ينبغي، لان الموضوع فعلا شديد الاهميه لابعد الحدود. انا بشكركم جدا، كل الشكر لحضراتكم دكتور ماهر ودكتور سعيد، نورتوني. شكرا. واللي انا عايز بس اوجه بيه عناية السيد المشاهد والسيدة المشاهد، سيدي المواطن،
انت امتى شفت ان مصر وسطتها غير نزيهة؟ ما حصلش. طيب وامتى شفت ان مصر تراجعت عن دورها في دعم اي بلد عربي؟ بل بالعكس، اي بلد عنده اي مشكلة انسانية، فما بالك انها فلسطين. فلسطين القضية اللي احنا بنشوف انها قضيتنا احنا، ده احنا ممكن نقول انها قضيتنا اكتر ما هي قضية الفلسطينيين يا اخي. الحاجة اللي بعدها، هو من امتى المؤسسات الكبيرة لما تحب تقول خبر شديد الاهمية عالي الحساسية تجهل المصدر؟ طب اللي بعده، امتى المؤسسات الكبيرة بتكتب اسماء المفاوضين في مفاوضات عمليا كل تفاصيلها باسماء مفاوضيها سريه؟